بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من سلسلة دروس كتاب خلاصة الدلائل للإمام أبي الحسن حسام الدين علي ابن أحمد ابن مكي، شرح مختصر القدوري للإمام أبي الحسين أحمد ابن محمد المعروف بالقدوري رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قولهما رحمهما الله: باب الجنائز. باب الجنائز، طبعا الجنائز جمع، ومفردها جنازة، تكون بفتح الجيم وتكون أيضا بكسرها. الجنازة بفتح الجيم اسم للميت، الجنازة، وبكسرها الجنازة اسم للسرير الذي يحمل عليه الميت، أو اسم للنعش، يسمى سريرا ويسمى نعشا أيضا. قال: إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن. ماذا يعني احتضر؟ احتضر يعني قرب من الموت، قرب من الموت. يقولون احتضر، يقولون احتضر إذا مات. فالاحتضار له معنيان، الأصل بالاحتضار أنه قرب من الموت. كيف يعني قرب من الموت؟ يعني تظهر عليه علامات الموت، تظهر عليه علامات الاحتضار، علامات الموت، وهي استرخاء القدمين، لا يستطيع أن يقوم على قدميه ولا يشعر بهما. وكذلك تجد المنخر، الآن المنخر كل واحد منا منخره منتصب، تجده قد اعوج، انحرف إلى يمين أو إلى يسار. وكذلك الصدغان ها من هنا ومن هنا، تصبح هنا انخفاض، تغور إلى في الداخل. فإذا حصلت هذه العلامات وهو طبعا ملقى على الفراش، هذا يسمى الآن يحتضر، الآن يحتضر. إيه نعم، فيقال فلان يحتضر يعني قربت وفاته، يعني حضرته الوفاة، يعني جاءت ملائكة الموت، حضرته ملائكة الموت وهي تنتظر نزع روحه بعد أن ظهرت هذه العلامات عليه. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بعباده الصالحين. فإذا هنا إذا احتضر يعني قرب وفاته، قرب من الموت وظهرت عليه علامات الموت. فإذا ظهرت هذه العلامات وكان في الفراش مريض، يعني لنعلم بأن الملائكة قد حضرت الآن وتنتظر، يعني الآن هو بحضرة الملائكة. لذلك المحتضر في آخر لحظات تتجسد له حقيقة خاتمته، فإما أن يكون سعيدا، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بحسن الختام، وإما والعياذ بالله أن يكون شقيا، نسأل الله العافية. إذا احتضر الرجل وجه إلى القبلة على شقه الأيمن، بمجرد ما ظهر رأينا عليه هذه العلامات نوجهه على الشق، يعني على جنبه الأيمن إلى القبلة، لأنه في معنى الميت، من قارب الشيء أخذ حكمه. والميت في القبر كيف يوضع؟ يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وكذلك يفعل بالمحتضر. قال: ولقنا الشهادتين،
كيف نلقنه الشهادتين؟ وذلك بأن نذكر بين يديه وعلى مسمع منه لا إله إلا الله، هكذا يعني نجلس فنقول قل دقيقة قل دقيقتين لا إله إلا الله، ثم نخوض في حديث ثم نقول لا إله إلا الله، لا نشعره بأننا نلقنه، تمام؟ كل كلمتين ثلاثة أربعة يقوم واحد يقول لا إله إلا الله، ولا نقول له أيضا قل لا إله إلا الله. قال العلماء لا يقال له قل ليق، لأنه الآن هو في حالة صعبة، في كرب شديد. نعم، حتى قال علماؤنا إذا ظهرت على الإنسان أو من الإنسان في لحظات الاحتضار ظهرت منه كلمات كفرية، كلمات توجب كفره، قال لا يحكم عليه بالكفر، وإنما يحكم بأنه قد زال عقله في آخر لحظات عمره من شد من هول ما يرى، فيعامل معاملة المسلمين. ليه؟ كما قلنا حملا على أن عقله قد زال. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وأفئدتنا وعقولنا، وأن يجري على ألسنتنا في آخر كلام ننطق به في هذه الدنيا ما يرضيه عنا كلمة التوحيد. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمين آمين آمين. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، دل الحديث دلالة واضحة على أن التلقين سنة. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم، الآن الشيخ استدل بهذا الحديث على تلقين المحتضر، فقال لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، فكأن الشيخ أبي الحسن حسام الدين صاحب الخلاصة يرى أن موتاكم في قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم، قال المراد كأنه يرى أن المراد به من قرب من الموت، المراد بالموتى من قرب من الموت، فهو من مجاز المسمى بمجاز الأول، يعني باعتبار ما سيؤول إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه. كيف أنا أقتل القتيل؟ ما هو مقتول. قال لا، من قتل من سيؤول أمره إلى كونه قتيلا. نعم، فهنا الشيخ رحمه الله تعالى نعم يرى أن أمواتكم، هنا لقنوا أمواتكم، أن المراد بموتاكم هو من قرب من الموت، فهو من مجاز الأول. نعم، الله. ولكن ذهب كثير من العلماء ومنهم الشيخ الكمال ابن الهمام، وسيأتي الكلام عن هذا، قال لا، المراد بالأموات هنا الحقيقة، لقنوا أمواتكم الذي مات وهو الآن في القبر ونقوم بدفنه، هذا نلقنه. قال لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، هكذا يقول الكمال ابن الهمام، وذكر كلاما وأطال في الاستدلال على ذلك. قال ما الذي يمنع من إرادة الحقيقة في قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم؟ ما عندنا مانع، فلماذا نجعله من المجاز؟ ليه؟ والله أعلم. فلذلك استدل به على جواز التلقين بعد الموت وعدم جواز الإنكار على من يلقن الميت في قبره، حملا على قوله أمواتكم على أنه حقيقة وليس بالمجاز الأول كما اختاره الشيخ. قال فإذا مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه، شدوا لحييه، اللحيان معروف، هذا العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان،
فإذا مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه، لأن تركه بدون أن يشدوا، يأتون بقطعة قماش يضعونها هنا هكذا ويربطونها من فوق، لأنه لأن تركه يؤدي إلى الشناعة والنفرة، حيث يفتح فمه فيصبح المنظر غير لائق، فربما يدخل بعض الحشرات في غفلة من أهله، تدخل ذبابة، تدخل شيء إلى آخره. طبعا الذي يغمض عينيه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه. هذا الذي يغمض عينيه ويشد لحييه يقول هذا الكلام. قال: فإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير. كيف يضعوه؟ على يمينه، على ظهره، على يضعوه كيف ما تيسر لهم، ما هو الأسهل لهم، يضعوه على سرير للتغسيل ليسهل نزول الماء عنه. وجعلوا على عورته خرقة لئلا يقع نظر الغاسل على عورته، لأن أحبابنا العورة لا يسقط حكمها بالموت. ما حكم العورة؟ عدم حل النظر إليها وعدم جواز لمسها، هذه العورة، هذه هي العورة. فالعورة لا يسقط حكمها بالموت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا علي رضي الله عنه: يا علي، لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. لذلك أحبابنا، مما يدل دلالة واضحة على أن العورة لا يسقط حكمها بالموت، هو ما أجمع عليه العلماء من أن الرجل لا يجوز له أن يغسل امرأة أجنبية، ولو كان حكم العورة يسقط بالموت لجاز للرجل الأجنبي أن يغسل امرأة أجنبية، ولا جاز للمرأة الأجنبية أن تغسل رجلا أجنبيا. فهذا يدل دلالة واضحة، ونرد بهذا على من يقول بأن حكم العورة، حكم عورة الرجل يسقط بالموت. لا، لا يسقط بالموت، ما كان عورة قبل الموت هو عورة بعد الموت. لذلك أحبابنا، الذي صححه الإمام الزيلعي في تبيين الحقائق، وصححه كثير من شراح الهداية، أنه يجب أن نضع على عورة الميت من السرة إلى نهاية الركبة، إلى نهاية الركبة، لأن صاحب الهداية نص على أن الأصح أن الواجب ستر العورة المغلظة فقط، فرد عليه يعني وضعف قوله كثير من الأئمة، منهم الشيخ الزيلعي، منهم كذلك فيما ذكروا يعني صاحب غاية البيان في شرح الهداية، وكذلك صاحب النهاية، وفي الأخير بعد ذلك قال في شرح المنية أن المعتمد والمأخوذ به والمعمول عليه هو أننا نضع على عورة الميت من السرة إلى منتهى الركبة غطاء ساترا، هذا هو المعتمد وهذا هو المعمول به، وغير ذلك لا ينبغي أن يذكر بين العامة، لا يصح أن يذكر. قال: ونزعوا عنه ثيابه، اعتبارا بالغسل في حالة الحياة. أنت إذا أردت أن تغتسل، تغتسل بثيابك أم تتجرد؟ أتجرد من ثيابي، وكذلك الميت، مع الحفاظ على ستر عورته. وقال الشافعي رضي الله عنه: يغسل في قميصه، لأنه صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه عليه الصلاة والسلام. قيل له: فعل ذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا بخلافه. قال: ووضؤوه، يعني قبل أن نغسل الميت الآن مجرد من ثيابه يوضأ وضوءه للصلاة، قبل التغسيل، قبل أن نغسله نوضئه وضوء الصلاة
طبعا هذا قال العلماء متى يوضأ المغسل؟ قال إن كان ممن يؤمر بالصلاة، إن كان ممن يؤمر بالصلاة، إن كان مجنونا لا يوضأ، إن كان صبيا لا يوضأ. ووضأوه وضوء الصلاة لأنه غسل واجب فصار كغسل الجنابة. ومن سنن غسل الجنابة أن يتوضأ الإنسان قبله، وهذا مر معنا في درس سابق في دروس سابقة. قال ولا يمضمض ولا يستنشق، لأنه لا يمكن استنثاره، لا يمكن إخراجه. أما لو كان جنبا أو حائض أو نفسا، كان جنبا كانت حائض كانت نفسا، قال يمضمض ويستنشق تتميما للطهارة، هكذا قالوا. وقيل بأنه يمسح بخرقة هذا الأماكن. واحتج الشافعي رضي الله عنه في إيجاب ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية رضي الله عنها ابدأنا بمواضع الوضوء. قيل له يحتمل أنه أراد الواجب من مواضع الوضوء، وبه نقول ومع الاحتمال لا يبقى حجة. طبعا الإمام الشافعي أنا لا أظن في الحي لا يوجب المضمضة والاستنشاق، فكيف يوجبه في الميت؟ أظن هذا القول ضعيف عند الشافعية والله أعلم. قال ثم يفيضون الماء عليه، ثم يفيضون الماء عليه بعد التوضؤ، بعدما يتوضأ يفيضون الماء عليه كما يفعله الحي. فالحي إذا أراد الغسل المسنون، إذا أراد أن يغتسل غسلا مسنونا، فإنه يتوضأ أولا ثم بعد ذلك يفيض الماء على نفسه. وكذلك نفعل بالميت، كذلك نفعل بالميت. قال ويجمر سريره وترا، ويجمر سريره وترا. نعم طبعا، ويجمر سريره وترا يعني أراد بأنه يجمر قبل أن يوضع عليه السرير الذي يغسل عليه. نعم نغسله عليه قبل أن نضع الميت عليه، نقوم بتبخيره تطييبه. لأن قد تخرج من الميت رائحة غير جميلة، فيكون هذا البخور أو هذا الطيب يعني يغطي هذه الرائحة. وأصل التجمير لقطع الرائحة، لاحظ، لقطع الرائحة الكريهة. كيف يكون التجمير؟ قال وضع البخور في المجمرة، هذا كان في الماضي، حول السرير ويدار به 3 مرات حول السرير، 4 5 مرات 7 مرات، المهم يدار حوله وترا، يدار حوله وترا. الآن في عنا ملطف جو يفعلون هكذا، يعني بخاخ تخرج رائحة طيبة، لا مانع من استعماله في هذه الأيام. قال ويغلى الماء، طبعا يغلى الماء ليس حتى يفور ونصبه عليه فيحترق الميت، لا ليس هذا المراد، لأن أحبابنا الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي. فلذلك أعجبتنا الشيخ عمار، فلذلك ينبغي أن يغلى غليا وسطا، يعني الماء الذي تستخدمه أنت للاستحمام في أيام الشتاء البارد نستخدمه لتغسيل هذا الميت. قال ويغلى الماء بالسدر. ويغلى. نعم فضل يا قال فضل. مولانا لماذا نستدل يعني أنه يعني يغلي كل ما يجي الحي؟ كيف؟ نعم. كيف نستدل أن كل شيء يؤذي يعني الحية؟ كل شيء يؤذي الحية يؤذي الميتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخي أخبرنا في الحديث بأن الميت وهو في قبره يسمع قرع نعالنا، قرع نعال المشيعين. نعم. وكذلك أنت عندما تذهب لزيارة ميت تقول السلام عليك، تسلم عليه تقول السلام عليكم
دار قوم المؤمنين. فأنت هل تسلم على فاقد الإدراك والإحساس أم تسلم على من يدرك ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر بقبرين وعلم أنهما يعذبان وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخر الحديث الذي تحفظونه وتعرفونه، فأتى بقطعة جريد وقسمها قسمين ووضعها على قبريهما وقال، يعني أخبر بأن أن الله عز وجل يخفف عنهما العذاب ما دام هذان الغصنان أخضران أو أخضرين. فهذا يدل على أن الميت ينتفع ويتأثر بذلك. نعم، فإذا الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي، والله تعالى أعلم. قال: ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض، يعني بالمنظفات، ما عندنا سدر أو حرض، عندنا صابون الآن. قال: وهو الإشنان، مبالغة في التنقية والتطهير. فإن لم يكن ما عندنا سدر وما عندنا حرض وما عندنا إشنان، ماذا نفعل؟ قال: فإن لم يكن فالماء القراح، لك أن تغسله بالماء الصافي الخالص، وهو الماء الصافي الذي لا يشوبه كدر، لحصول المقصود، لأن المقصود يحصل بالماء الصافي. ما هو المقصود؟ التنظيف. قال: ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي للمبالغة، ثم يضجع على شقه الأيسر، بعد ما غسلنا الشق الأيمن يوضع على شقه الأيسر، يضجع على شقه الأيسر للبدن للبداية الآن يوضع على شقه الأيسر لنغسل الشق الأيمن، يوضع على شقه الأيسر، شقه الأيسر يكون على السرير، فالآن البادي شقه الأيمن، نبدأ بغسل الشق الأيمن. قال: فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه، إن حتى نرى ويغلب على ظننا أن الماء وصل إلى القسم الأسفل الجزء الشمالي منه، نغسل القسم الأيمن حتى يغلب على ظننا أن الماء وصل إلى القسم الأيسر، ثم بعد ذلك نضعه على الجنب الأيمن ونغسل الجنب الأيسر حتى يغلب على ظننا أن الماء وصل إلى الجسم الشق الأيمن. قال: ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه. التخت إيش يعني؟ السرير يعني. لا، التخت، حتى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه، لا التخت، إيه نعم، لأنه لا يحصل غسل الجميع إلا به، إلا جميع البدن يعني، إلا بهذه الطريقة. قال: ثم يجلسه ويسنده إليه، يعني الغاسل، من فعل يجلس؟ الغاسل يجلس الميت ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحا رقيقا كي تخرج الفضلات، لئلا يكون فيه فضلة تخرج في الأكفان، فإن خرج منه شيء بعدما مسحه هكذا، قال، غسله إزالة للنجاسة عنه، ولا يعيد غسله، لأن الحدث، هذا الحدث، خروج البول منه أو الغائط أو النجاسة، هذا الحدث لا يرفع الغسل، لا يرفع الغسل، يعني يبقى غسله صحيحا كاملا. هنا مسألة أحبابنا، هل يشترط، هل النية شرط لصحة غسل الميت أم ليست شرطا لصحة غسل الميت؟ ذهب بعض فقهائنا إلى أن النية لا بد منها في غسل الميت، حتى لو أننا أخرجنا غريقا من بحر أخرجناه، قال لا بد من غسله، إلا إذا حركناه في البحر هكذا بنية التغسيل فتكفي عن تغسيله، لا بد. إذن قالوا النية
في تغسيل الميت شرط لصحة الغسل، فإذا ما صح ما نوينا ما صح ما صح الغسل ما صح الغسل. إيه نعم. ذهبت طائفة أخرى من الفقهاء قالوا هذا القول فيه نظر، هذا القول ليس بصحيح فيه نظر. ليه؟ قال لأن الماء مطهر بطبعه، الماء مطهر بطبعه. كذلك عندنا مسألة، النية في الأصل لا تجب في غسل الحي، فكيف نوجبها في غسل الميت؟ النية لا تجب في غسل الحي، فكيف نوجبها في غسل الميت؟ فإذا لا تجب. فماذا قال الطريف الفريق الأول؟ قال لا، انتبهوا، لابد أن تفرقوا بين من يغسل نفسه وبين من يغسل غيره. نحن لماذا أوجبنا النية؟ لأننا نحن مأمورون بالتغسيل، فالتغسيل فعلنا، فلذلك تجب النية. أما هو غسله فعله فلذلك لا تجب النية، والله تعالى أعلم. فالأحوط يعني أن ينوي الإنسان إذا كان يغسل، أكيد هو لابد أن ينوي ولا كيف يغسل. قال ثم ينشفه في خرقة، بعدما تم التغسيل يقوم بتنشيفه في خرقة لئلا تبتل الأكفان، ثم يجعله في أكفانه ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافورة على مساجده، لأن الطيب سنة، وهذه أشرف أعضائه، المساجد يعني الجبهة والكفين والركبتين والأصابع الرجلين أشرف الأعضاء، فخصت به يعني بوضع الكافور. قال والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب، إزار، والإزار من الرأس، إزار الميت يختلف عن إزار الحي، إزار الحي من السرة إلى منتهى الركبة، إزار الميت من الرأس من العنق هكذا إلى القدمين، إزار. نعم معذرة، يعني الإخراج الفضلات يعني بعد الغسل، هذا ترتيبه سنة أو يعني ممكن نؤخر أو ممكن نقدم؟ لا، هو لماذا قال لك هذا الكلام؟ الأصل أخي أنت قبل أن تشرع في الغسل تخرج كل شيء فضلات منه، تخرج كل شيء قبل أن تشرع في الغسل تخرج كل شيء. الآن بعد ما انتهينا من الغسل حتى نتأكد ما قمنا بتحريكه وتقليبه وهكذا، حتى نتأكد من أنه قد خلي تماما وكي لا يلوث الكفان، نقوم بهذا المسح الرقيق من باب التأكيد على خلو جوفه من هذه الأوساخ. شكرا. قال والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إزار تحدثنا عنه، قال وقميص، والقميص كذلك من أصل العنق إلى القدمين، قميص عادي، قميص مثل كالجلابية هذه، ولكن ليس فيها أكمام، لا أكمام فيها، هذا هو القميص، فهو له هنا جيب عريض يلب له، طبعا هنا مغلق أيضا، يغلق من هنا. أي نعم، يعني جلابية لا أكمام لها ولها جيب عريض، لها جيب عريض، ويدخل فيه الميت، يلبسه الميت بدون أكمام، هذا هو القميص، هذا الأصل في الكفن. فعدم عمل الناس بهذه السنة لا ينفي ولا يلغي كونها سنة. قال ولفافة، واللفافة تكون من فوق الرأس زيادة على الرأس، شبر أو شبر ونصف أو شبرين، وزيادة كذلك على القدمين. آخر شيء اللفافة هذه تلف ثم تعقد من فوق ومن أسفل إن خيف أن ينتشر الكفن، كما سيأتي الحديث معنا، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة وقميص. قال والحلة
ثوبان رداء وإزار، وهذا حجة على الشافعي رضي الله تعالى عنه في كراهة القميص. فإن اقتصروا على ثوبين يعني إزار ولفافة جاز، وهذا يسمى يعني إيش كفان الكفاية، لقول أبي بكر رضي الله عنه: كفنوني في ثوبي هذين. فإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتدأوا بالجانب الأيسر، وضعوا الجانب الأيسر أولا ثم وضعوا الجانب الأيمن فوقه. هذه السنة في لباس المسلم، هذه هي السنة، هذه هي السنة في لباس المسلم، أن تضع الجانب الأيمن فوق الجانب الأيسر. فإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتدأوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه، على خلاف العادة في هذه الأيام الآن لما الكفار ألزموا الناس كلهم، للأسف نحن قلدناهم، لا أعرف ماذا نسمي الأمر. الكفار يقولون الرجل يضع الشمال فوق اليمين، والنساء يعني كأنهم كيف تميز أنت بين المرأة والرجل؟ لا تميز بين المرأة والرجل إلا إذا المرأة وضعت اليمين فوق الشمال والرجل الشمال، يعني إذا وضعت أنت اليمين فوق الشمال فأنت امرأة. هذا غباء، منتهى الغباء، هذا منتهى الغباء. السنة للمرأة والرجل أن يوضع اليمين فوق الشمال، ولكن للأسف الآن نحن نشتري ثيابنا جاهزة والتي يصنعها ماذا يفعل؟ يجعل الشمال فوق اليمين. الآن هذه جلابية عندي الآن، الشمال فوق اليمين، ماذا نفعل؟ فلو أنك ذهبت، أنا في مرة ذهبت إلى خياط قلت له اجعل لليمين فوق الشمال، قال ما أعرف كيف أجعل اليمين فوق الشمال، ما يعرف كيف يجعل اليمين فوق الشمال. أي قميص تريد أن تشتريه تجد الشمال فوق اليمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نقلد الكفار حتى في أدق عاداتهم، وهذا للأسف بسبب بعدنا تماما وتعطيل تفكيرنا عن هذه الأمور. السنة أن يكون اليمين فوق الشمال. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. قال: يكون الأيمن أعلى وأظهر. فإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه من فوق، ربطوه من فوق من أسفل ليأمنوا ذلك. قالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار ولفافة وقميص، هذا كله كالرجل، وخمار. ما هو الخمار؟ قالوا: الخمار بالنسبة للمرأة بعد الموت يختلف عن الخمار المرأة في الحياة. قال: خمارها بعد الموت مقداره 3 أذرع ب3 أذرع، يعني تقريبا 1.5 متر بـ1.5 متر، يرضع على وجهها هكذا وضعا ولا يلف، يوضع على وجهها وضعا. قال: إزار ولفافة وقميص وخمار وخرقة أيضا. خرقة، هذه الخرقة قال تربط بها ثدياها، وقالوا هذه الخرقة عرضها من الثدي من هنا هكذا إلى السرة، من الثدي إلى السرة عرض هذه الخرقة. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بابنته رقية. فإن اقتصروا على 3 أثواب بالنسبة لكفن المرأة، إزار وخمار ولفافة، جاز ذلك. وهذا يسمى كما قلنا كفان الكفاية، لأن ذلك أدنى لباسها في حال حياتها. قال: ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة يوضع اعتبارا بحال الحياة، ويجعل شعرها على صدرها فوق القميص، نلبسها القميص ثم نجعل شعرها على صدرها حفظا للكفن من الانتشار. قال: ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته
ولا يقص ظفره ولا شعره. ونص فقهاؤنا بأنه يكره تحريما قص أظفاره أو قص شعره. فلو أنه على فرض قطع ظفره أثناء الاغتسال قال يدفن معه، فلو قص شعره خطأ يدفن معه أيضا، يدفن يدرج معه في الكفن ويدفن، يكره تحريما القص قص الظفر والشعر. قال لأن عائشة رضي الله عنها نهت عن ذلك وقالت علام تنصون ميتكم. نعم تنصون ميتكم يعني إيش؟ تقومون بتسريح شعره. علام لماذا تسرحون شعرا؟ أنكرت عليهم هذا الفعل. قال وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا، تجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها الميت تجميرا وترا، يعني ثلاث مرات أو خمسة أو سبعة إلى غير ذلك، المهم أن يكون وترا. ثم قال فإذا فرغوا منه صلوا عليه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.